بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونؤمن بك إيمان الموقنين ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إنه سيد الذاكرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة في هذه اللحظات المباركة الطيبة التي نتحلق فيها وإياكم حول ذكر الله عز وجل في بيت من بيوته، في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الأكرمين رضوان الله وتعالى عليه وعلى ذريته وآل البيت أجمعين. نتحلق في هذه الليلة المباركة في هذه الأمسية الثقافية وهذه الفعاليات التي تقوم بها وزارة الأوقاف بقيادة صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي تشهد الوزارة في عهده تطوراً كبيراً سواء في عمارة المساجد وبنائها أو في بناء الإنسان في هذه الوزارة المباركة التي نتعلم على أيدي علمائها الذين يستقون علومهم من الرافد الأكبر الأزهر الشريف. في هذه الليلة المباركة نتحدث حول معنى رائع كبير وكريم، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وأثره في تزكية النفوس. حقا إن ذكر الله عز وجل هو شيء لا يدانيه شيء، فالله عز وجل خلق الإنسان في هذه الأرض لعبادته وذكره، فمن استطاع أن ينجح في هذه الحياة وأن ينجو بنفسه فعليه أن يكون دائما الاتصال بالله عز وجل في كل وقت وحين، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ذاكرا لربه في كل حركة من حركاته، بل وفي كل سكنة من سكناته صلوات الله وسلامه عليه. أما من يعرض عن ذكر ربه فلا يلومن إلا نفسه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عبادك الذاكرين. في هذه المقدمة أيضا يجب أن نقدم التحية لعلمائنا من وزارة الأوقاف، الأستاذ الدكتور تعيد حامد مدير الدعوة برية أوقاف القاهرة،
فضيلة الشيخ أحمد قعود المدير العام لإدارة أوقاف وسط القاهرة، فضيلة الدكتور محمود حلمي مدير الإرشاد الديني بالمديرية، فضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، فضيلة الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. ويسعدني في هذه اللحظات أن أكون بين عالمين من علمائنا، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، العميد الأسبق لكلية أصول الدين، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. حقيقة إنه قامة علمية كبيرة نشرف بها في كل أوساطنا العلمية، سواء في الجامعة أو المؤسسات الدينية والبحثية، بالإضافة إلى شرفنا به في إذاعة القرآن الكريم. نستضيء بعلمه ونستنير بعقله وفكره، فهو صاحب بحوث ومؤلفات كثيرة جلها في أمر ما يتعلق بالكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وأن يديم عليه فضله. كما أنني أجلس بين عالم جليل والأستاذ الدكتور هاني تمام، الأستاذ المساعد للفقه بجامعة الأزهر، حقيقة عرفته منذ 3 سنوات، وحينما التقيته لأول مرة هناك في مبنى الإذاعة والتلفزيون تنبأت بأنني أمام عالم سوف يخطو خطواته على طريق العلم، يستنير بأساتذته من قبله ويستزيد من فضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله لعالمي هذه الليلة والمتحدثين في هذه الليلة أن يبارك الله فيهما وأن يمن عليهما بفضله وجوده وكرمه. نستهل وقائع هذه الأمسية الثقافية المباركة بآيات من الذكر الحكيم الذي نزل على قلب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أفضل الذكر كتاب الله الكريم، تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا للإيمان
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. كانت هذه أيها الإخوة المؤمنون تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور ماهر الفرماوي في مستهل هذا اللقاء الإيماني الثقافي الذي نقدمه لحضراتكم ونشرف بحضراتكم معنا هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. أيها الجمع الكريم، كل ما حولك في الكون يذكرك بأن هناك إلها خالقا واحدا لا شريك له. كل شيء في هذا الكون، وهذا من فضل الله عليك أيها الإنسان أن هداك إلى معرفته. انظر إلى كل ما حولك في ليل أو في نهار، في صلاة أو في ذكر، في نبات أو في بحار، يذكرك بأن هناك إلها واحدا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجيل شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، شاهدات ب
لأن الله ليس له شريك. على قدم الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الآن إخوة الإيمان والإسلام، نحن في شوق إلى سماع حديث العلم حول الذكر وأثره في تزكية النفوس وتطهيرها مع عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، شهادة تنجي قائلها من الفزع الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله سيد الذاكرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيما، أصحاب الفضيلة العلماء بوزارة الأوقاف، المنصة الكريمة، حضرات السيدات والسادة، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسناً، ما صنعت وزارة الأوقاف المصرية من تلك اللقاءات التي أخذت العهد معها أن تكون مستمرة في بيوت الله، وذلك برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والعاملين له بحقل الدعوة. وتأتي محاضرة اليوم يحمل عنوانا ما أحوج النفوس إليه، لأن البشرية تعيش مرحلة جفاف روحي بسبب بعدها عن ذكر الله وغفلتها عن شكره وما يليق به. ولما كان المسلمون حملة الأمانة في الحفاظ على هذا الجانب، المسؤولين أمام الله عز وجل يوم العودة إليه، كان حرياً بهم أن يقدموا النموذج الأمثل
في تعلقهم بربهم وكثرة أوبتهم ورجوعهم إليه، وليس هناك أسمى ولا أرقى ولا أيسر ولا أسهل من مطية توصلك أيها السالك إلى مالك الممالك في أن تشحذ الهمة وتأخذ حظك من الذكر كي تنال رضوانا من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم. أهل الذكر قلوبهم مطمئنة ونفوسهم راضية، لأنهم لا يرون من يستحق التعلق به سوى رب العالمين، فيستجيبون له ويزكون أنفسهم بكثرة ذكره وشكره حتى تتحقق لديهم الخشية والوجل والخوف. ومن حقق الخشية ومقام الخوف أمن يوم العقاب، وأما من خاف مقام ربه، يخاطبكم ربكم أيها المسلمون، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فلما الغفلة عن ذكره؟ والله هو الذي أمركم بذلك، فانظروا إليه وتأملوا كلامه حينما امتن عليكم يا أمة محمد بخير منة وأعظم نعمة، إنها منة ونعمة بعثة النبي العربي المحمد فيكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تأملوا كيف ارتقت النفوس التي هذبت باتباعها لسيدنا رسول الله، فكانت أهلا لأن تخوض أنوار الحضرة الربانية، أن تمتضي مطية السالك إلى ربها. أتت الآية بعد تلك آية المنة والنعمة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني بالتوحيد أذكركم بالقبول، اذكروني حيث أوجدتكم من العدم وأعطيتكم كل شيء وسخرت لكم الكون علويه وسفليه وأسبغت عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أفلا أستحق منكم مواصلة ذكري وشكري؟ فأنا الرب الذي غزيتكم بالنعم وربيتكم وأوجدتكم من العدم، فلمن عقدت ألسنتكم عن ذكري؟ وما أوجدتكم في هذا الكون
إلا من أجل أن تكونوا ذاكرين شاكرين لي. إن الكون كله من حولكم أكثر منكم ذكرا وتسبيحا لربكم. سل الأرض أيها الموحد إن لم تجبك اختيارا أجابتك اضطرارا. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا أيها الذين آمنوا نداء لكل مؤمن حقق الإيمان وملك الإيمان أقطار نفسه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ماذا لنا إن حققنا الذكر لله؟ هو الذي يصلي عليكم. من؟ الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أيها المؤمنون حري بنا إن أردنا صفاء الأرواح، إن أردنا نقاء النفوس، إن أردنا طمأنينة القلوب، أن يكون وردنا من الذكر ليل نهار. ذكر بالقلب، ذكر باللسان، حتى يصل التطابق والمطابقة بين لهجك بلسانك شاكرا ذاكرا وبين من عقد في قلبك وإيمانك بمن تذكره. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إن الله أخذ العهد والميثاق عليك، ومن أخذه في العهد والميثاق ألا تنساه فكن ذاكرا له. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا. فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا. فيكسى جلابيب الوقار لأنه أقام بإذلال على باب عزنا. أيها السادة الفضلاء لا تهجروا الذكر. عمروا بيوتكم به، عمروا قلوبكم به، عمروا مصانعكم به، عمروا مدارسكم به، عمروا بيوت الله به. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. ورحم الله بعض العارفين حينما قال: قم في الدجى يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرة تركض. قم وادع مولاك الذي خلق الدجى والصبح حان فقد دعاك المسجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ حياتنا ذكرا وشكرا، وأن يملأ بيوتنا ذكرا وشكرا لمن له الأسماء الحسنى، وأن يحقق الأمن في أنفسنا، وأن يحقق الأمن في أولادنا، وأن يحقق الأمن في أوطاننا. فكل ذلك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لصاحب الفضيلة العالم الجليل أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والأستاذ بجامعة الأزهر، على هذا الحديث الطيب المبارك الذي عشنا معه هذه اللحظات، وحلق بنا في آفاق رحبة واسعة، واغترف لنا من كتاب الله عز وجل آيات بينات فيما يتعلق بأمر الذكر، وبين في مقدمة حديثه حاجة البشرية إلى أن تكون ذاكرة لله عز وجل لتخرج من جفاف الحياة إلى صفائها ونقائها، وأن تنهل من نميرها الصافي الذي أراده الله سبحانه وتعالى لها. ثم قدم أمورا تتعلق بأثر الذكر على حياة الإنسان، وعلاقة هذا الذكر أيضا بازدياد رزقه وبعيشته المطمئنة الهانئة. فبارك الله فيكم فضيلة الدكتور، وشكرا جزيلا على هذه الكلمة الطيبة. الآن ننتقل بحضراتكم أيضا إلى عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، ليكمل المسيرة فيما يتعلق بأمر الذكر وأثره على تزكية النفوس وتطهيرها. ونحن الآن مع فضيلته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله الملك البر الرحيم، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وقولك وطولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وفخرنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن سيدنا ومولانا الإمام الحسين، وعن آل بيت النبي الكرام الطاهرين، وصلنا بهم وصل خير ونفع وبركة، وانفعنا بهم في الدارين، آمين. أما بعد، ففي البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف المصرية وكل العاملين بها، وعلى رأسهم السيد معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، على إحياء وتنظيم هذه المجالس العلمية الرائعة التي تحيي القلوب وتزكي النفوس وتجعل القلوب متعلقة ببيوت الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله العظيم أن يديم علينا التعلق ببيوته، وأن يجعلنا من عمارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلق الله العباد لمهمة عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليعرفون. ما خلق الله الخلق إلا ليتعرفوا عليه سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل لعظيم كرمه ومنه قد بيّن ووضح في كتابه الكريم مدى حبه وتكريمه للإنسان، فقال: ولقد كرمنا بني آدم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى العباد بتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم، وبيّن ووضح أن الفلاح في تزكية النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفالح والناجح والسعيد
من زكى نفسه وطهر قلبه لله سبحانه وتعالى. وإن من أقصر الطرق وأهم الأسباب التي تساعد الإنسان على تطهير نفسه وتزكية قلبه ونفسه هي ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن ذكر الله دليل على محبة الإنسان لربه، لأن الإنسان إذا أحب شيئاً أكثر من ذكره. لما تحب واحد دايماً بتجيب في سيرته كتير، فعشان كده إذا كنت محبا لله فأكثر من ذكره، إذا كنت محبا لرسول الله فأكثر من الصلاة والسلام عليه. ما من عبادة طلب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يكثروا فيها مثل ما طلب من عبادة الذكر. ما فيش عبادة ربنا أمرنا أن احنا نكثر منها إلا عبادة الذكر. كان يقول لنا دايما فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر استطاعتك وعلى قدر طاقتك اعبد الله سبحانه وتعالى. لكن لما جاء إلى ذكره قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا أكثرت من ذكر الله كنت من الفالحين إن شاء الله. لذلك الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين الخاشعين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. وده كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيد الذاكرين وإمام الذاكرين. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إذا قام ذكر الله، وإذا جلس ذكر الله، وإذا أراد النوم ذكر الله، وإذا استيقظ من نومه ذكر الله، وإذا لبس ثيابه ذكر الله، وإذا خلعها ذكر الله، وإذا خرج من بيته ذكر الله، وإذا دخل بيته ذكر الله. كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال ذات مرة لصحابته الكرام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه العظمة دي؟ إيه العبادة اللي أحسن من كل الحاجات الكويسة دي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا في القرآن قال إيه؟ ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من أي شيء. فلذلك من استمسك بهذا الأمر الجميل وذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه كان متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن مع سهولة عبادة الذكر، الذكر ده يا جماعة هو أسهل وأيسر عبادة ممكن الإنسان يعملها، يعني مش محتاجة هيئة معينة. تذكر الله سبحانه وتعالى على أي هيئة تكون فيها، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تذكر ربنا وانت واقف وانت قاعد وانت نايم وانت ماشي وانت بتشتغل في أي حال وفي أي هيئة، لم يشترط الله سبحانه وتعالى هيئة معينة. وكذلك هي عبادة لا يشترط لها الطهارة، مش شرط انك انت تكون متوضي عشان تذكر ربنا الا اذا اردت ان تقرأ القرآن الكريم. مع سهولتها ويسر هذه العبادة الا انها لا يوفق لها الكثير، لان احنا للأسف كتير مننا بيتغافل عن هذه العبادة، ودي بنسميها العبادة المهجورة. أعظم عبادة تعبد بها ربنا أن تكثر من ذكره، ومع ذلك كثير مننا يغفل عن هذا الأمر. لذلك لا يوفق لهذه العبادة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مكثرا من ذكر الله فاعلم أنك من المحببين عند الله، وأنك من القريبين منه، وأنك من الموفقين عنده. لذلك قال سيدي بن عطاء الله رضي الله تعالى عنه: أكرمك الله بثلاث كرامات. ربنا أعطاك ثلاث كرامات، أكرمك الله بثلاث كرامات: جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لما كنت أهلا لجريان ذكره عليك. فضل ربنا هو اللي وفاك بذكره. جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لما كنت أهلا لجريان ذكره عليك. وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك. مش ربنا قال فاذكروني
أذكركم، فاذكروني بالإخلاص أذكركم بالاختصاص، فاذكروني بالقلوب أذكركم بتفريج الكروب ومغفرة الذنوب. أي شرف وأي كرم وأي عظمة وأي جلال وأي جمال أن تذكر عند الله سبحانه وتعالى. ده لو واحد قال لك إن إحنا كنا جايبين في سيرتك بالخير بتفرح، لو واحد قال لك إن إحنا كنا بنذكرك بالخير في مجلس بتفرح بتسر وتستشعر أن في هذا الأمر جبر لخاطرك، ما بالك إذا ذكرت عند الله سبحانه وتعالى. وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. فقال سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. خد بالك من المعية هنا، وأنا معه. المعية هنا معية خاصة. في القرآن الكريم يقول: وهو معكم أينما كنتم. معية عامة، معية إحاطة وشمول ورعاية واهتمام. إلا أن الذاكر لله سبحانه وتعالى له معية خاصة اختصه الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. طب بالله عليك، لو أنت في معية ربنا ولو أنت في حفظ ربنا تخاف من شيء؟ عشان كده ربنا قال إيه؟ الذي ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. فالذي يطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله هو الرازق، وأن الله هو المعطي، وأن الله هو المانع. يطمئن قلبه فيعيش مع الله سبحانه وتعالى، ما يشيلش هم حاجة، ما يعولش هم حاجة، لا هم أولاد، ولا هم رزق، ولا هم معيشة، ولا هم غلاء، ولا كل هذه الهموم. لماذا نعيش في ضنك عباد الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضح الأمر وضوحاً كاملاً في قرآنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا عاش الإنسان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لن يستشعر هذا الضيق، مهما ضاق الحال على الناس ومهما كان فقيراً، إلا أنه يستشعر معية وبركة وحفظ الله سبحانه وتعالى معه. وهو معكم أينما كنتم وأنا معه إذا ذكرني. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يكثر من ذكر الله، وكانت له أوراد ثابتة من الذكر في كل وقت وفي كل حين: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. طب هل سيدنا النبي كان محتاج للاستغفار؟ هل سيدنا النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم كان عنده ذنوب زينا عشان كده بيستغفر؟ لا، أنت مش واخد بالك. الاستغفار والذكر من أكمل وأتم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، وسيدنا النبي كان أفضل العباد. فاستغفار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب تحقيق كمال العبودية له سبحانه وتعالى. طب إذا كان سيدنا النبي اللي ما عندوش ذنوب يستغفر وله ورد ثابت، ده بس استغفار يوميا كده 70 مرة أو في رواية 100 مرة، ما بالك بينا احنا؟ ده غير الأذكار والأوراد التانية. فلذلك لازم كل واحد فينا يا جماعة بعد ما تصلوا على النبي، كل واحد فينا يجعل له ورد ثابت يوميا من ذكر الله سبحانه وتعالى. لازم كل يوم يكون فيه بينك وبين كتاب الله لقاء، النظر إلى المصحف عبادة، وده كلام ربنا. لازم كل يوم يكون لك لقاء مع المصحف، ولو 5 دقائق ولو 10 دقائق، على حسب ما تستطيع وعلى حسب قدرتك. لابد أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكون لك أوراد من الاستغفار والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والتحميد والتسبيح، ففيها فتح وفيها أنوار وبركات عظيمة. سيدنا النبي بيقول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ هل أنت عاجز عشان تكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله 100 تسبيحة، تقول بس سبحان الله 100 مرة، ياخدوا معاك كم دول من الوقت؟ ما فيش 3-4 دقائق وانت ماشي في العربية، وانت ماشي في الشارع، الست وهي قاعدة في البيت بتطبخ بتشتغل في بيتها، وانت رايح شغلك، وانت في شغلك اكثر من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اكثر من ذكر الله، ودي حاجة بسيطة جدا ممكن تعملها كل يوم لحد ما تتعود عليها حتى تصير من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خذوا الهدية دي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا بنتوضى والحمد لله، بنتوضى في اليوم 5 مرات أو أكثر. إحنا عندنا من سنن الوضوء تسمية الله سبحانه وتعالى، إنك تسمي ربنا قبل ما تتوضى، يعني تذكر ربنا.
تقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أو أي ذكر. سيدنا النبي في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله قال ذات مرة لسيدنا أبي هريرة: يا أبا هريرة، خد بقى بالك من الهدية العظيمة دي واحفظها وطبقها من دلوقتي. يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله. في حاجة أسهل من كده؟ وانت بتتوضأ قبل ما تبدأ في الوضوء قول الجملة دي: بسم الله والحمد لله. يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. لو قلت الذكر ده قبل الوضوء، طول ما انت محافظ على وضوءك طول ما عداد الحسنات بتاعك شغال، وطول ما الملائكة بيكتبوا لك. عشان كده أهل الله من عباد الله والصالحين والأولياء كانوا دائما يحافظون على وضوئهم، عشان كده عداد حسناتهم شغال. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك الحديث ده نطبقه من دلوقتي: بسم الله والحمد لله. من الأذكار المهمة جدا والتي فيها يعني دفع للهموم والكروب أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن صلة الرحم تزيد في العمر، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وإن فيها شفاء من 99 داء أدناها الهم. في أسهل من كده يا جماعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وفيها شفاء ل99 داء أدناها يعني أقلها الهم. لكن المهم أن تستحضر عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى وأنت تذكره، مش بتذكر ربنا ودماغك في حتة تانية، أنت تذكر الله الخالق. فلابد أن تستشعر هذه العظمة وهذا الجلال وهذه الهيبة حتى يؤتي هذا الذكر ثمرته. خذ الذكر ده الثالث. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه، يعني أزيلت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هي الرغاوي اللي بتبقى موجودة على المية، ودي بتبقى كتيرة جدا. وهذا الكلام من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كناية ومبالغة في مغفرة الله ومحو الله للسيئات مهما كانت ذنوبك عظيمة. بس انت بس حافظ على ذكر الله وأكثر من ذكر الله واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنت تذكره جل في علاه. خذ الحديث الرابع. سيدنا أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. يعني تقول الذكر ده 3 مرات لما تقوم من نوم الصبح بعد الفجر أو حسب ما هتقوم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء. وكأن هذا الذكر حصن وحفظ لك من أي بلاء تتعرض له في هذا اليوم. ومن قالها حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. يبقى أنت كده عايش في كنف الله، في حفظ الله، في رعاية الله على مدار اليوم والليلة. خلاص كده الحديث حفظناه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. روى الحديث ده مين؟ سيدنا أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه عن سيدنا عثمان بن عفان. بعد فترة من رواية أبان لهذا الحديث أصيب بمرض الفالج، أصيب بمرض الشلل النصفي، عفانا الله وإياكم وعفى الله عن كل مرضانا. فجاء الذي سمع منه الحديث ينظر إليه: فين يا عم الحديث اللي انت قلت لنا عليه؟ امال الشلل ده جالك منين؟ ده انت اللي قلت لنا الحديث ده. فسيدنا أبان بن عثمان فهم، فقال لهذا الرجل: ما لك تنظر إلي؟
فوالله إن الحديث كما حدثتكم وما كذبت على عثمان بن عفان وما كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقول هذا الذكر ليقضي الله على أمره. فذكر الله سبحانه وتعالى تحصين وحفظ، خايف من أي حاجة أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ما تعلش هم أي حاجة طالما أنك تعيش في معية الله وطالما أن الله يحفظك. كن عن همومك معرضا وكن الأمور إلى القضاء وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك وفي عواقبه رضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما مضى. لكن من يستشعر المعاني دي؟ من يعيش في كنف الله في رعاية الله، من يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأكثروا عباد الله من ذكر الله، واجعلوا لأنفسكم أورادا يومية ثابتة من ذكر الله حتى تنالوا مرتبة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بذكره، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده الذاكرين، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده المحفوظين بحفظه. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ونسألك يا ربنا أن لا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاك فيه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، على هذه الكلمة الطيبة التي أشار فيها فضيلته في مقدمة حديثه إلى الحكمة من الكون وخلق الإنس والجن في هذه الحياة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي عبادته وإفراده بالعبودية والربوبية والألوهية. كما أوضح فضيلته أهمية الإكثار من ذكر الله عز وجل باعتباره صفة من صفات المؤمنين، وأن الذكر أمره يسير لمن يسره الله إليه ووفقه، وأن أمره غير يسير على من لم يوفق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذكره دائما آناء الليل وأطراف النهار. كما قدم لنا في نهاية حديثه بعضا من الهدايا التي قدمها لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفعنا في هذه الحياة، ولتكون لنا سبيلا للنجاة وطريقا إلى جنة الله ورضوانه عز وجل، وهي أمور كلها يسيرة خفيفة على اللسان ثقيلة على الميزان. لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمور كثيرة في هذا الدين العظيم الذي يقدم لنا كل شيء جميل. نختتم أيها الجمع الكريم هذه الأمسية الدينية المباركة من مسجد مولانا الإمام الحسين بهذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ عبد الله عبد النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب.
فوق الكواكب ساميا ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة أويا إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. يا من شفاعته في الحشر أمنيتي ومن يقيني عذابا بت أخشى بل المدائح فرض قد وعيناه ومن أحبك صار الكون خادمه وعاش في النور دنيا ماذا يقول لساني ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا عادت بمن ركب وكأنها نسر يحلق باديا عادت بخاتمهم تجوب فيافيا ماذا أقول لمن إذا ذكر اسمه صلى أرجو الزيارة كل عام لأراك يا خير الورى وأشم عطرك في المقام لأراك يا خير الورى وأشم عطرك في المقام أنت الشفيع بإذنه يوم القيامة والزحام الحوض حوضك سيدي تسقي الأحبة بالتمام أشرق الحق بالهدى واطمأن وتجادت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض غنى كل من في السماء والأرض
حافظنا كل من في السماء والأرض غنى. فاهتفي يا قلوب، فاهتفي يا قلوب، إنه نور الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الابتهالات التي قدمها لنا فضيلة الشيخ عبد الله عبد النبي، نأتي وإياكم أيها الجمع الكريم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والثقافية المباركة التي شهدناها معا في رحاب مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. بقي لي في نهاية هذه الأمسية المباركة أن أشكر حضراتكم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وأن ينفعنا جميعاً بما استمعنا إليه من كتاب الله الكريم، من آياته سبحانه وتعالى، ومن كلمات عالمينا الجليلين حول ذكر الله سبحانه وتعالى وأثره في تزكية النفوس. فالشكر موصول لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين، عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا لفضيلته، وشكرا أيضا جزيلا لعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور هاني تمام، الأستاذ المساعد أو الأستاذ المساعد للفقه بجامعة الأزهر الشريف. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى علماء وزارة الأوقاف الذين شاركونا هذه الاحتفالية، فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ أحمد قاعود المدير العام لإدارة أوقاف وسط القاهرة، فضيلة الدكتور محمود حلمي مدير الإرشاد الديني بالمديرية، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، والشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. شكرا لحضراتكم جميعا، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.